الإسباني كيروس ألفارو حافظ على مركزه في صدارة الترتيب العام بعد إجراء منافسات الدور الثالث أمس السبت برسم الدورة 45 لجائزة الحسن الثاني للغولف المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بين 16 و 22 أبريل الجاري بمسالك الغولف الملكي دار السلام بالرباط. وتمكن الإسباني من الاستمرار في صدارة الترتيب بمجموع 209 ضربات أي 7 ضربات تحت المعدل المطلوب رغم إنهائه منافسات اليوم الثالث ب 72 ضربة، فيما كان المركز الأول لهذا اليوم من نصيب الفنلندي ميكو إيلونين ب 66 ضربة أي 6 ضربات تحت المعدل المطلوب ليرتقي بذلك للمركز الثاني في الترتيب العام ب 210 ضربات 6 ضربات تحت المعدل مناصفة مع 3 لاعبين آخرين. ولدى الإناث تمكنت كل من الأسترالية سارة كيمب والسويدية لين كارلسون من احتلال المركز الأول في الترتيب العام بعد إجراء منافسات الدور الثالث ضمن الدورة 24 لكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلى مريم للغولف. وباتت جائزة الحسن الثاني للغولف البالغ مجموع جوائزها المالية 2,500,000 أورو منذ سنة 2010 موعدا قارا في برنامج الدوري الأوروبي لمحترفي الغولف.